في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب جي تي اي وفيديو النهاردة مفاجأة كبيرة، فدلوقتي يلا بينا نبدأ. انا ايجل، انا مستر ايجل. انا النهاردة جيت عالم توم وجيري جي تي اي علشان العب. يا مامي، انا كنتش اعرف ان الايجلز بالحجم ده. انا جاي النهاردة علشان العب وفي نفس الوقت اشتري حبوب لي عشان اكل. ماشي. يحا، عايزة اطلع بقى. يلا يلا يلا، انا ما اتحشرت. ايوه ايوه، ما بعرفش اسوق قوي، اصلا انا بطير مش بسوق. ماشي. ازيك يا عم، تعرف فين محل بتاع ضاع عطار تلاقي عنده حبوب لل ايوه، هو بص، هو شمال كده وبعدين شمال وبعدين شمال وبعدين شمال وبعدين المية هتلاقي فيها حبوب سمك. ماشي، باي. واو، نطك فظيع. ده مكتوب failed. انا مبسوط جدا. ايه ده؟ اوتش، انت بتخبط عربيتي ليه؟ انا اسف، معلش، انا اسف، سامحني. كنت هقع. ماشي، انا بمشي واحاول ادور زي ما الراجل قال لي، ما اعرفش شمال في شمال في شمال في شمال في شمال في شمال. غريب جدا، بس هعرف الاقيه لاني جعان وعايز اجيب سيدز. سيد. انا مش فرخة. اشتري سيدز الفراخ، احلى سيدز في العالم. انا مش فرخة، انا ايجل، انا نسر. ماشي. اظن هو ده المكان، اظن كده. انا هقف احاول اشوف. يوم جميل قوي يا توم، صح؟ ايوه صح. هو انت كل فيديو تقول يوم جميل قوي؟ ايوه، ما هو لازم كل ايام في الحياه تكون جميل. بس غيرها، بص الفيديو اللي جاي غير. بص، الله صدقني يوم جميل، صح؟ بس مش مشكله. الله، يوم وحش، صح؟ لا، يوم كويس. قول يوم كويس، يوم فظيع، يوم رائع. فرقت ايه ما كلهم بنفس المعنى؟ بس في واحد احلى وفي واحد اقل. ايه ده ايه ده توم، ايه وايه اللي واقف هناك؟ انا بالمرعب ده. بالدي اكيد مشكله تاني، اكيد ممكن يكون حاجه مخيفه. بس يا مامي، خايف منها ليه؟ ايه ده، انا حاسس ان انا لا لا لا، ما عاد. انا عارفه، انا عارف مين ده. البنوتة الحلوة دي برضو فاكرني بنت تاني. البنوتة الحلوة دي، لا انتي بنوتة حلوة قوي. خلصت منك في التسعينات دلوقتي. اولا انا اسمي توم، ثانيا انا قطة، ثالثا انا ولد. انت عصفور حلوة قوي. انا مش عصفور ولا حتى عصفورة حلوة قوي. انت اللي بقك هيدخل فيه دبان من بعد جيري. انا عايز اتجوزك. لا يا لهوي، ده مجنون، ده مجنون. وبعدين انا وتوم عايشين مع بعض في بيت، احنا اخوات عايشين مع بعض عمرنا ابدا. احنا مش اخوات، انا قط وانت فار. احنا أيوة، بس مجرد ايوه بس اصحاب قوي، فنتسمى نعتبر اخوات. انت ازاي؟ واصلا اللي بيعملونا اخوات. انت ازاي تعمل كده؟ انا وتوم هنعيش مع بعض، انت مش هتتجوز توم وهتجيبوا اولاد. لا، انت عصفورة حلوة قوي قوي قوي. انا هتجوزك. بص، طب قول لي اعمل صوت عصفور. بص، اعمل اي صوت عصفور. بص، اعرف اعمله. ايه ده، انت موهوبة، انت بتعرفي تعمل صوت قطة. حضرتك ايوه، بس برافو عليك. انت موهوبة. دم اركب يلا بسرعة الموتوسيكل، يلا نهرب. طب تعالى نلحق القطر، القطر هيبقى اسرع. لا، اركب هنا اسهل. هنا اسرع.
يلا يلا اجري اجري اجري. يلا انت اجري، انت اللي بتسوق. ايوه انا اقصد يعني هربنا منه يا توم، خلصنا أيوة. منه. ياه تعال نهرب اكتر. اشكرك يا رب لانها مش مشكله، بس دي مشكلتي انا في الاخر، اقدر احلها لنفسي، انا حلال المشاكل صح. اه هي راحت فين العصفوره الجميله دي؟ انا مش عصفوره. اوتش، انت ليه بتخبط في كل عربيه؟ هستلف عربيتك لعمل شريف، لازم الحق عصفورتي حبيبتي. اخبار عاجله، عصفور بيخبط كل العربيات، تابعونا. وبيتبع قطه وفار مركبين على موتوسيكل، تابعونا. تريرارم تريم، اخبار جي تي اي. اه نطيت، فين العصفوره الحلوه الجميله اللي كانت، النسر الجميل، العصفوره الاموره، فينك يا عصفورتي؟ فينك يا عصفورتي؟ ناقص تقول يا رابنزل دللي شعرك. فينك يا عصفورتي؟ حد شاف عصفورتي الجميله؟ انا اللي انا شفته بس قط امور. انا سبايك، اخيرا لقيتك بعد 20 سنة من السبايكات. ايه ده يا مامي؟ اه ازيك، ما شفتك. انا مش بنت، صدعني انا مش بنت، ما شفتكش بقالي 40 سنة. بقولك ايه، انا شفت عصفورة جميلة لونها ازرق اسمها طم. مقلب في طم. اخيرا اخيرا، بالودان السودا الحلوة دي اقدر اعمل مقلب في طم. انت بتتكلم في ايه؟ انت شفته؟ لا ايوة انا شفته، وهو كان قطة عصفورة امورة جدا صح؟ ايوة هي امورة جدا وناسية في يونكتها. انت ممكن تبقى بطل خارق وتلاقي لها في يونكتها. اوكي انت عارف هو فين؟ أيوة. هي فين؟ هي ورانا دلوقتي. لا في بيتها، تعالي معايا. انا عارف بيتها فين بجد. شكرا انت هتساعدني. ايوه ماشي يلا اركب. يلا تعالي اركب البيتش باجي. انا خايف، اول مره اركب بيتش باجي. يا سلام، زيه زي العربيه، زيه زي الموتوسيكل، زيه زي اي حاجه. صدقني انت، انا مش عايز اركبه، انا هركب العربيه الصغيره دي بعدين. صدقني انت رخم. اه مين اللي ضربك؟ ايه ده، انت مش شايف بوبي اكبر منك؟ ما تضربش اللي بيساعدني، اللي هيساعدني ان انا الاقي عصفورتي حبيبتي. انا ماشي. عصفورتك حبيبتك؟ ايوه عصفورتك حبيبتك. يلا بينا، انا متشوق جدا. ايه ده، لا عدينا اشارات المرور. شكرا يا سبايك ان انت هتساعدني. العفو. ايه ده، دول مش ده الموتوسيكل بتاعهم؟ ايوه دول هم، دول مش في بيتهم. لا 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 جاي، تعال يلا حتى لو توهنا نفسنا، المهم نخلص. يلا اجري بسرعه. يلا انا ماشي. يلا يلا يا دوم نروح البيت. يلا يلا نروح البيت. يلا نروح البيت. ثانيه، انا سمعت حد بيقول ايه ده، دول مش في البيت، يعني هم عارفين ان احنا رايحين البيت. تعال نستخبى تاني. ده سبايك تاني. يا سبايك ده بيحب يبهدلني، بيحب يقرقش فيا، يحب يقرقش. طب نستخبى في مكان في البيت عمرهم ما يعرفوا احنا فين. اوكي. طب انت عارف انت هم بيتهم فين؟ ايوه بيتهم. انا سمعتهم بيقولوا احنا هنروح البيت دلوقتي. بيتهم في شارع اسمه ايه ده، شارع الجي تي اهية. ايوه انا جاي، المفروض يسموه شارع عصفورتي العزيزة. يا سلام، يعني عشان عايش فيها يعني صدقني هقرقش عظمك وهقولك انت يا حتة سباجيتي. لا ما تقوليش كده، انا عايزة لها عصفورتي. عصفورتك، اسف. عصفورتك. انا مبسوط جدا ان انت هتساعدني. انت مش ملاحظ احنا في ايه؟ انا اللي بخافش، انا على طول بطير في الهواء فما اتعود. طب هو انت وقعت قبل كده؟ وقعت بتاع حوالي دي المرة 1500. يا لحوي، ده انا عن نفسي دي المرة اقولك مش 1500، مليون الف وصفر.
الصفر على الشمال ملوش لازمة. لا مليون ألف أقصد وصفر 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 والصفر على اليمين ملوش لازمة. الصفرات كلها تبقى صفر مش مشكلة. أقول لك صوتي الحقيقي. أيوة أنا سبايك. إزيك عامل إيه؟ الله أنت صوتك حلو قوي. أنا مش بنت. وبعدين الصوت ده مش صوتي الحقيقي. أنا صوتي الحقيقي آسف يا أصحاب الصوت ده بيتعب زوري شوية. تابعونا. طب يلا كمل صوتي. مش أنا دلوقتي بعمله لك أصعب. آسف. طيب يلا الصوت ده بيتعبني. يلا اما نروح. شكرا انك بتساعدني. شويه هوا ساعدوا بقي. شكرا انك بتساعدني. العفو. احنا كده وصلنا بيتهم. ايوه وصلنا. ايه ده اللي جاب الصوت ده؟ يلا تعالى. ماشي انا جاي وراك. ايه ده ثانيه. الطوق بتاعي ريحته زي ما يكون فراخ فراخ فراخ. لا انت بتاكل فصلتي ليه؟ انا ممكن اكلك لو ما ساعدتك. لا انا عايز الاقي عصفور. تعرف ليه مش بحب اكل توم؟ لان يعني لانه حبيبتي عصفورتي. لا هو انت مش بتفكر غير في كده. اصلي يعني ريش وطعمه زي ما يكون. اقول لك زي ما يكون ريش من 2000 سنة. شو وصلنا بيتهم عشان ما يعرفوش ان احنا جوا بيتهم. وصلنا بيتهم عشان ما يعرفوش ان احنا جوا بيتهم. أيوة. يا سبايك ايه ده احنا كده زي ما يكون متسللين. عيب تدخلوا في بيتنا. طب وطي صوتك يعرفوا احنا فين. تعالى ندور عليهم يلا. استنى ثانية. ايوه بوظت البسين لاني عندي براغيت. ماشي تعالى انا اظن ان هم جوه البيت. شو صوتك يا توم؟ بوظ بسنة براغيت. شو صوتك؟ تعالى انا عايز ادخن صوتي اكتر. ايوه كده. لا كده غلط. كده صوتك مقرف قوي. ايه ده صوت عودة السيدة شوز. ايوه تعالى. ايه ده في صورتها شفتها بس مال شعرها اصفر. كانت صبغاء معلش. يا ترى هم فين؟ لا مش موجودين هنا. دي المفروض اوضتهم. لا مش دي اوضتهم. مش دي اوضة حبيبتي. اسكت بقى كرهت اسم حبيبتي ده. ايه صدقني هرميك في البحر. ماشي اظن ان مش هيبقوا في الحمام اكيد. هما فين؟ حمام. انا عايزة الاقي حبيبتي. حبيبتك قلت. ايوه حبيبتك. هما فين يا ترى؟ ما تعيطش يا حبيبي. لا ارحم الله. بوظت بسنة بالبراغيث بتاعتك. صح ده مش الموضوع الاساسي. اهرب يلا نهرب يا دوم. ايه ده بنوتة جميلة بودان صفرة وحلوة. يا سبايك انت ليه ساعدته؟ اصل المشكلة ان توم بنت. توم مش بنت. توم يلا نهرب بسرعة. حبيبتي ما تهربيش مني. شفتوني قبل كده بحط روج؟ شفتوني قبل كده بحط ميك اب؟ شفتوني قبل كده عندي رموش؟ شفتوني قبل كده؟ صح اي حد عنده رموش. طب استنيني انا عايز اهرب معاك لحسن يقول لي. شفتوني قبل كده؟ انتوا مش عارفكم حتى دي القطط البنات. دي القطط البنات مكتوب عليه Made in China. حبيبتي انا عليكي عليكي. يلا انا عايز اهرب. توم استنيني. انا هستنيك برا البيت. انا جاي بسرعه. انا خايف. انا جاي. انت خايف دي مشكلتي انا. انا جيت يلا نهرب. تعال نروح تعال نروح اي حته بس ما تقولهاش. تعال نروح.
أيوة أنا عندي فكرة. الحديقة. بس إحنا نجيب يعني طيور كتير وهو يختار منهم. ماشي أوكي. عشان يتلهي في حد. ماشي وطي صوتك عشان ما يعرفوش. إيه ده؟ أنتوا فين؟ أنتوا تحت المخدة؟ لا أنتوا في جوه الحمام؟ لا أنا مش عارف أنتوا فين. أنتوا فين؟ أنتوا فين؟ أنا عايزة ألاقيك يا حبيبتي. ما تمشيش مني. يلا طب بسرعة أنت تسوق أسرع مني. يلا أجري. يلا عربية السبيدي نود أجدد عربية. يلا نوت العربية 1,055,000 والعربية دي. يلا بسرعة نروح الحديقة قبل ما يمسكوك. الموضوع غريب جدا. يعني نفسي أفهم إيه اللي شكله بنت فيا. مش عارفة. مش عارف تقصد. أصلا مش عارف. إيه هو أنت يعني طب ما تروح له أنت بدالي بقى. لا ما ينفعش. يا أصحابي لو بتحبوا فيديوهاتنا اكتبوا تحت في الكومنتات. اكتبوا. ونشكركم. لو بتحبوه اكتبوا إيه. وشكرا يا أصحابي إن أنتوا بتتفرجوا على فيديوهاتنا. يلا نرجع للفيديو. ماشي يلا بسرعة. يلا نركب عربية الجولف دي عشان أنا بحبها قوي. أوه يا زوري من صوت سبايك. آسف آسف. يلا بسرعة يلا 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 يلا. إذا عربية بيتش باجي ثانية. ده مش بيتش باجي ده عربية جولف. ده بيت الجزبيدي. الحديقة. اطلع برا بيتي. احنا ما جيناش جنب بيتك. احنا في الحديقة بتاعت جي تي ايه. الحديقة دي بتاعت الحديقة للجميع. ايش احنا كده في مكان امان. عمرهم ما اكيد ما هيلاقونا. دلوقتي كمان هنشوف. احنا هنجيب عصافير وناس كده ونشوف. ونسور. ماشي يلا يا توم شوفهم. ايوه هم دول. ازيك يا توم. انا دعمت قصيتة. ها ها ايه اللي جابني هنا؟ ايه ده؟ انا ماشي. انا كائن فضائي ده اولا. ثانيا انا مش بنت. ثالثا انا بتاع جلدة خضرة. خلاص يبقى انت بقى بره. ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص انت بره الموضوع. ما بسيت جابكم كلكم. ازيك يا توم. انا اسف. انا مخلوق بحري ده اولا. ثانيا انا ولد كمان مش طائر. فانا مستبعد من هنا. عوضك طائرة. انا اسف. انا مستبعد من هنا. تخين قوي. لسه تخين. ايه ده انت مش يا توم. يلا شوف اللي بعده. شوف اللي بعده. بيكا 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 بيكا. اهلا يا توم. انا بوكيمون. بيكاتشو حضرتك. ايوه انا من البوكيمون. انا مش عصفور ولك. انا بنت بس انا مش عصفور. اصل في ملايين البيكاتشوز صح؟ ايوه اصلا انا من البوكيمون. انا اسف انا مستبعد. ماشي يا توم. طيب شوف اللي بعده كده. ثانية. ايه ده؟ مخلوق اصفر كده صغير قصير. انا تويتي. انت نسيتني ولا ايه؟ اسف اصلا انا عارف ان انت من نفس شركتي بس انا. ايوه انا عصفور وكل حاجه بس انا ولد وقصير جدا فما ينفعش. وبعدين انت كمان مش نسر. بص انا بعرف اطير. مش لازم برضو من فصيله النسور لان احنا عصافير. انا بعرف اطير وانا عصفوره لكني ولد فما ينفعش. اوكي اوكي اسف. انا وقعت. This is the end of my life. ماشي انا جاي لكم. انا جاي لكم. وقعت. ماشي يا توم شوف اللي بعده بقى من فضلك. ايه ده؟ ثانيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ثانيه ثانيه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت جيت معاهم ليه؟ لا 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 ما تجيش معاهم. انا ابقى نونو. انا نسرة. اسمي نونو. نسرة بنت. لا انت هو. انت بتضحك عليا. ايه ده؟ نفس البق. نفس البق. انا نسرة بنت. هو في تاني مني؟ ايوه. ايه ده بجد؟ انا افتكرت ان احنا انقرضنا. بجد؟ ايوه ينفع اروح. انت هي انت يعني هو شبهك بالظبط. انت نفس الشكل بالظبط. مفيش اختلاف. نفس الشعرية. نفس التسريحة. نفس البق اللي بيدخل فيه دبان. انتوا عايزيني اروح له ليه؟ علشان هو فاكر ان توم بنت امورة وعايزك يا موسى. ايوه انا هروح له. اوكي يلا خدوه. طب تعالي معايا.
معانا. هو معانا في بيتنا، قاعد معانا في بيتنا دلوقتي. اوكي انا جاي. قاعد بيدور عليا. اوكي انا جايه دلوقتي معاكم. شكرا يا توم وجيري. انا مبسوطه جدا. وشكرا ليكي. هليكي ايه اللي حصل لهم؟ ما انا بقول انا فاكره ان احنا انقرضنا. اتاري في واحد يعني شرب جدك انقرض وكل حاجه انقرضت. ماشي احنا كده وصلنا ده بيتكم. واو بيتكم حلو قوي، انا عايزه اعيش فيه. انت ما بتبطليش رغي. جيري صدقني النوع ده يعني رغاي جدا. انت يا خائن، خائن للناس والتوم وجيري. وفين؟ انا عايزه اشوفه. هو في الاوضه دي. ايه ده ازيك انت؟ دي مرايه. الله مرايه. ازيك عامله ايه؟ ايه ده الله، انت شكلك حلو قوي. انت كمان انت شكلك شبه بالظبط زي ما اكون باصه في المرايه. وانا كمان زي ما اكون باصص في المرايه. انت شكلك حلو قوي، انا عجبت بيكي. اوكي طيب يعني انت كده هتسيب العصفوره توم؟ انا مش عصفوره. ايوه انا هسيب العصفوره توم. انا مش عصفوره. اولا انا قط اهو. ماشي انا هتجوز. اوكي انا موافقه. بعد مرور سنة. نعم نعم يا حبيبي. نعم يا حبيبي. عايز اكل هوت دوج. هوت دوج؟ طيب ماشي هروح اجيب. عايز اكل هوت دوج. ايوه يا حبيبي احنا هنروح ناكل هوت دوج كلنا عند مطعم هوت هوت دوج دوج. اشكرك يا رب. اخيرا خلصت منه. احنا كنا 2019 دلوقتي بقينا 2020. لا دي السنين الجي تي اي. هي ماشي يلا نروح. ايه ده سبايك هو اللي بيشتغل على محل الهوت دوج؟ يلا يا حبيبي هروح نجيب هوت دوج. انا رايح اشتري بنفسي. لا ماما هي اللي تشتري. ايوه ماما هي اللي تشتري. ما ينفعش انتوا يا صغنطتين يا ولادي الصغيرين اللي تشتروا لوحدكم، عشان ما ينفعش. ماشي انا كنت اختار سباجيتي. ده محل هوت دوج مش محل سباجيتي. طب انا هشتري على حسابكم كلكم. يا طعم مالكش دعوه بيهم، سيبهم هم اسره يتصرفوا مع بعض. انا هشتري. ايه ده انت يا سبايك انت اللي بتشتغل على محل؟ ايوه ده انا مشغل من سنين طويله، يعني اقول لك من 1988. اصل انت دوج. اصل انا بحبهم قوي كمان. ماشي اخيرا يا توم خلصت من المشكله دي وارتحنا منهم. ايوه وزوري وجعني من كتر صوت سبايك. باي يا اصحابي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان زوري وجعني من صوت سبايك. باي. اوكي يا اصحابي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد فيديوهات.